بهدف خلق روح المنافسة والتحدي، نظمت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مسابقة البرمجة لطلبة الجامعات الأردنية الثانية، النسخة المحلية من مسابقة ACM العالمية، وحصدت الذهب والفضة. في هذه المسابقة رح نتعرف أكثر عن هاي المسابقة، حتى نحكي عن الفائزين كمان معنا في هاي المسابقة. بيشرفني يكون معاي دكتور أشرف قدومي، رئيس قسم رسم الحاسوب بجامعة الأميرة سمية ورئيس لجنة بلاد الشام لمسابقة ACM، أهلا وسهلا فيك. وأحمد الجولاني الحاصل على المركز الأول، أهلا وسهلا فيك أحمد. وحسام أبو غربية الحاصل على المركز الثاني، أهلا وسهلا فيك. دكتور أشرف، بداية تحكي لنا عن هاي المسابقة، احكي لنا أكثر عنها. هاي المسابقة تقام سنويا من عام 1972، بلشت في الولايات المتحدة. نعم. بعدين المسابقة هاي أخذت تنتشر من تقريبا من 1992 جوات العالم كلياته. الآن هاي المسابقة هي مسابقة برمجية. نعم. الطلاب بكونوا تيم، يعني أحمد الجولاني معاه كمان تيم، الفريق تبعه فيه أشرف سمهوري، مهند نجار. نعم. وحسام كمان معه، حسن حمش وليث السقة. التيم هذول بينعطوا بروبلم سيت، مجموعة أسئلة، معهم 5 ساعات بيحاولوا يجاوبوا الأسئلة هاي. بكون في لجنة تحكيم، اللجنة هاي بتكون مشرفة على طبيعة الأجوبة. الآن المسابقة هاي بتعنى بالمشاكل اللي ممكن تحلها البروغرامينج لانجوج، يعني المساقات البرمجية. يعني مثلا ممكن يجيك سؤال يطلب منك يحل، أنا عندي مثلا مشكلة في توزيع موارد الطاقة، بدي تكتب لي خوارزمية أو برنامج كمبيوتر بلغة معينة، محدد اللغات اللي مستخدمها وتحل المشكلة هاي. طبعا بكون مجموعة الأسئلة يا 10 أسئلة أو 11 سؤال، حسب طبيعة، يعني حسب المسابقة والمحكمين والناس اللي حطوا الأسئلة. الآن المسابقة هي 3 مستويات، المستوى المحلي وبلشنا فيه احنا السنة الثانية الحمد لله، بلشت جامعة الأميرة سمية باستضافتها، طبعا راح تستضيفها جامعات أخرى إن شاء الله يعني في المستقبل، ودائما كل سنتين راح تستضيفها جامعة من الجامعات الأردنية. في بعدين المسابقة الإقليمية اللي هي بتتم على مستوى الوطن العربي، وأهم شيء لي المسابقة العالمية اللي السنة هاي راح تقام في شهر 7 في روسيا في سان بطرسبرغ. السنة اللي فاتت كانت في وارسو وأنسون، بتحرك جوا العالم هاي المسابقة. بس هي النسخة الثانية من المسابقة العالمية ACM. في الأردن. بس في العالم نحكي تقريبا من 1972، يعني حوالي 30-35 مرة صارت معقودة عالميا. بس المسابقة دخلت الأردن من سنتين فقط. وقدرتكم تحققوا كثير، يعني إنجاز مهم. الحمد لله. بدي أبارك لأحمد فوزك بالمرتبة الأولى، وهذا شيء بيشرف الحقيقة، وبيشرف جامعة الأميرة سمية لأنك أحد طلابها. أكيد. حاب أعرف منك بالبداية كيف عرفت عن هاي المسابقة وكيف سجلت؟ أوكي، هلأ هي البداية كانت عن طريق بوستر بالجامعة بال2010. هذا البوستر كان بيحكي فيه مسابقة حتصير بالجامعة لمدة 2 ساعة، كان مشرف عليها الدكتور قيس والدكتور أشرف. كمان هاي المسابقة كانت إنه بس لوكال على مستوى الجامعة. نعم. تمام. هلأ اللي صار إني أنا اشتركت، حليت سؤال واحد، كانوا 4 أسئلة، كانوا 4 أسئلة شوي مستواها عالي، وأنا كنت لسه سنة تانية، فحليت سؤال واحد وما قدرت أطلع على المستوى الأعلى، يعني إني أطلع على الريجنال. كانت هي بدايتي هاي مع المسابقة، والسنة اللي بعديها قدرت إنه أحل أكتر. والحمد لله مشي الحال وقدرت أشترك بالريجنال. هل أنت بالسنة الثالثة؟ بالضبط. تخصصك كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس. بتحب الكمبيوتر، عشان هيك يمكن تخصصت في هذا التخصص، مش أكيد. هيك؟ ما كنت آي تي أول شيء بالمدرسة، كنت علمي. يس، كنت علمي. طب شو اللي خلاك، شو الدافع اللي أو الحافز اللي خلاك إنه تدخل هذا التخصص؟ وأكشلي أنا بالصف العاشر تقريبا كنت أحب أبرمج. فإنه هاي شغلة من زمان، فهي كان second choice ليلي. إنه كان كمبيوتر ساينس مش هو ال first choice، كان بلان بي. ويعني خلص الحمد لله هيك صارت حبيت التخصص هذا. حبيت كثير. بتحس انه في نوع من التحدي في هاي المشاركه في مثل هيك مسابقات، مش هيك؟ كثير. وكونك حصلت على المركز الاول يمكن هذا انجاز لإلك، واعتقد هذا بعطيك حافز حتى انك تكمل في مسابقات تانية اقوى منها. اكيد، مزبوط. راح ارجع لك احمد، بس بدي انتقل لحسام، وانت حسام بدي ابارك لك كمان المركز الثاني مش قليل.
ألف مبروك لإلك. حبيت تشارك فيك مسابقة، حسيت إنها نوع من التحدي لإلك حتى إنك تشارك في هاي النوعية من المسابقات؟ هي أكيد نوع من التحدي، يعني لما نشوف الأسئلة، الأسئلة يعني بتخلي الواحد إنه جد بده عماله بده يتحدى السؤال. يعني السؤال طبيعته بيجي إنه كأنه بحكينا إنه اتحداني يعني. وقدرت تتحدى بالفعل. طب قديش كان صعب؟ يعني في أكيد ببعض الشغلات بتحس إنه في صعوبة بحل بعض الأسئلة، فوين وجدت الصعوبة؟ يعني هي الصعوبة دائما بتكون بالبداية. يعني الواحد لما يبدأ بيكون بده مثلا إنه يحاول قد ما يقدر إنه يحل أسئلة أو قد ما يقدر يجيب معلومات، بس بحس إنه كتير الموضوع قدامه، فلازم يرتب حاله إنه يعرف كيف ترتيب يمشي، كيف يمشي، كيف يبدأ. هلا أنا مستواي كان أوطى من الشباب التانيين، لأنه أنا دخلت متأخر على المسابقة، بس بلشت مباشرة بالشغلات اللي هم كانوا أوريدي مبلشينها، والحمد لله مشت الأمور. طيب بدي أرجع لك دكتور أشرف، يعني في أكيد بيكون في معايير وشروط معينة للمشاركة في مثل هيك مسابقة، ومش أي شخص بده يتقدم لهي المسابقة ممكن أنه يدخل فيها. تعطينا فكرة عن أهم الشروط والمعايير اللي بالفعل تستقبلوا فيها وجود هاي الطلبة؟ يعني أهم مبدأ، خلينا نبلش من النقطة الأولى، المنطق تبع الطالب. نعم. يعني هل عنده استعداد؟ أول شيء يعني إحنا ممكن نحكي لو نلخصهم ثلاث نقاط. النقطة الأولى يكون منطقه كتير قوي، قدرته على التحليل، تفكيره، يعني كل الأشياء اللي لها علاقة بالقدرات الذهنية، كل ما كانت عالية كل ما كان مرشح يدخل التدريب تبعنا، مرشح يشترك في المسابقة. الشغل الثاني يكون عنده التزام، كوميتمنت، لأنه التدريب متواصل كل أسبوع، مثلا ممكن يتدرب 4 أسابيع. التدريب ما قبل المسابقة، ما قبل المسابقة ممكن يقعدوا 6 أشهر وما بيحضروا حاله معدين. فالآن بده يكون عنده نوع من الالتزام إنه أوكي خلال التدريب أول شهر بتعب شوي، الشهر الثاني برضه كمان لسه متعب، لسه المسافة قدامه طويلة، وفي النهاية إنه راح يدخل في تحدي. فالالتزام ثاني عنصر، وثالث عنصر أهم عنصر اللي هو الرغبة، إنه تشالنجينج اللي هي التحدي اللي حكينا عنها، إنه فعلا هو أنا حاب أتدرب وحاب أنجح وحاب مجموعة المسائل هاي اللي راح تجيني أني أنا أتصارع أنا وياها وأفوز عليها وأحلها وأتخطاها. طبيعي وأتخطاها بالضبط. كمان يمكن في بيكون في لجنة تحكيم بالمسابقة، وبيكون في طبيعة الأسئلة بتكون بناء على يمكن مشاور ما بين المسؤولين على وضع الأسئلة. هل محليا بتم وضع الأسئلة ولا بترجعوا للنسخة الأولى من الموضوع؟ الوضع الأسئلة في لجنة موجودة حاليا مقرها في مصر. هاي اللجنة فيها أعضاء من الاتحاد الدولي للبر، الاتحاد الدولي الاي سي ام، وناس محكمين مشتركوا في المسابقه زمان، مع مثلا خلينا نحكي على مية وضع الاسئله بالذات، بكون في اعضاء للمؤسسه هاي برا، يعني مثلا اعضاء هي تدريس مثلا في اوروبا، مبرمجين في شركات كبيره زي جوجل وفيسبوك وشركه وجامعات امريكيه. حلو. بيعملوا، بنعمل شيء بسموه كول، اللجنه هاي بتعمل كول فور بروبلم، بيطلبوا مسائل، بنقوا المسائل، بيعيدوا تغييرها، بخصصوها طبعا اشخاص بكونوا مؤتمنين عن صياغه المسائل وتوزيعها، بعدين بيطلب من اشخاص عندهم خبره كثير في المسابقه هاي يحلوا الاسئله هاي بثلاث لغات عشان نتاكد انهم بيقدروا بثلاث لغات برمجه، عشان نتاكد انهم فعلا كفؤ يكونوا محكمين للمسابقه هاي. ومن ثم بنحط البروبلم سيت وبتيجي على الاردن، فمشان النزاهه المحكمين والمسابقه مش من ما بتكون من الاردن. وهي المسابقه في اي دوله كمان برضه ما بكون من الدوله المضيفه. احنا يمكن شفنا صور للمسابقه، وكانت المسابقه تحت رعايه امين عام وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر اذنبات، وبحضور اكيد رئيس الجامعه. فبالطبع احنا عم نشوف صور هون، وقت المسابقه كان مدتها 5 ساعات مش هيك؟ ويمكن قديش عدد المشاركين كان من الطلبة؟ عدد المشاركين 120 طالب. 120 طالب وهي للسنة الثانية بجامعة الأميرة سمية بتم، وزي ما قلت أنت في السنوات القادمة رح تكون في جامعات أخرى. بدي أرجع لإلك أحمد، وحب أعرف منك، أنت حكيت لي عن موقع ممكن يدخل الطالب اللي حابب يشترك أو الطلاب اللي حابين يشتركوا في هاي المسابقة السنة الجاي، أنهم يدخلوا على هذا الموقع حتى يقدروا يتدربوا، أو بتساعدوهم حتى أنهم يتدربوا على للمسابقة القادمة. احكينا شوي عن هذا الموقع، أنت يمكن شاركت في وضع أفكار خاصة فيك أو بناء على تجربتك من هالموضوع. أوكي،
هلا هو توب كودر الموقع. هذا الموقع هو سيميوليشن اللي بيصير تقريبا بالاي سي ام. هلا هي المسابقه زي ما حكى الدكتور اشرف 5 ساعات. التوب كودر اللي بيجي 3 اسئله هم من بكون الاول سهل، الثاني وسط، والثالث صعب. في 75 دقيقه فقط لحل المسائل هاي كلها. وهذا الموقع هو بيساعد على السرعه، يعني الفكره انه ممكن المساله تكون التكست تبعها طويل، الواحد بده يقرا بسرعه وبده يكتب كود يمشي على كل التست كيسز اللي ممكن تيجي بوقت يعني خيالي تقريبا. هلا هذا الموقع مش بس لطلاب الجامعه، يعني انا قدام هلا بدي احكي انه هذا اي طالب مدرسه، اي شخص بالضبط، اي طالب مدرسه، اي بروفيشنال، اي واحد بحب الكمبيوتر، بحب الالجوريثمز وبحب يشتغل بهذا المجال، بامكانه يفوت على موقع توب كودر ويسجل ويبلش. يعني هذا الكوميونتي انا كثير بحب انه يصير كثير كبير بالاردن. طب الحلو انه زي ما قلت انه معمم للجميع، يعني مش مخصص لطلاب حتى مدارس، ممكن يكون اشخاص موظفين بيشتغلوا كمان يتقدموا لهالمسابقه. أكيد. وهذا الموقع بيساعدهم على يتخطوا الصعاب في المسابقه، او يتخطوا بعض الاسئله اللي بتكون شوي فيها تريك او فيها شغلات ممكن صعبه عليه او هيك انه يتخطاها. الموقع مره ثانيه اسمه توب كودر topcoder.com. بدي ارجع لك كمان حسام. حسام بتحكي لي شو استفدت من خلال مشاركتك في هالمسابقه هاي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الذهني؟ هلا الاستفاده كانت كثير كبيره، يعني اكبر استفاده انه في شغلات كثير كنا متعلمينها مثلا بالجامعه بماده الالجوريثمز بس ما كنا نستخدمها ونطبقها بشكل كبير، فالمسابقه برضه بتفتح مجال انه الواحد يقدر يطبقها ويطور عليها، نعم، ويتعلم شغلات جديدة مثلا ما كان ماخدها بالجامعة. هلا هاي يعني أكبر استفادة، يعني وغير إنه برضه يعني نتعرف على الناس كتير يعني عندهم علم ممكن يفيدونا لقدام شوي. الاستفادة على مستوى الجامعة، على مستوى المسابقة، إذا الواحد يعني طلع فيها كتير ووصل وورد فاينلز أو وصل ريجنال حتى، الشركات بتتفتح عينيها عليه. فبإمكانها يعني الشركات إنه تيجي تاخذ هذا الطالب وممكن تتبناه او تشغله عندهم. يمكن هذا الشيء اللي انا كنت بالفعل بدي اساله للدكتور اشرف، يعني اكيد هاي المسابقه بتعتبر تحدي للقدرات الذهنيه وراح تخلق من وراءها ابداعات شبابيه زي ما عم نشوف ما شاء الله عنهم وذكاء فوق العاده، يعني خصوصي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. هؤلاء المبدعين برأيك دكتور كيف بيتم دعمهم؟ كيف ممكن نساهم في زيادة يعني إبداعاتهم أكثر؟ مزبوط. هلا في يعني عدة محاور مشان مساعدة الطلاب هذول. الفكرة الأولى إحنا كأنا كدكتور وكطلاب إس إم سابقين أخذنا على عاتقنا إنه ما نعطي بس الفرصة هاي لحالنا، خلينا ننشرها بالأردن، خلي الشباب التانيين اللي عندهم طاقات كاملة وإحنا ما بنعرف عنهم موجودين في أي جامعة في الأردن، موجودين عندنا حتى كمان جامعتنا، يشوفوا النتائج ويعرفوا إنه هاي شغلة كثير كويسة ونساعدهم نأخذهم للنكست ليفل. الشغلة الثانية الطلاب هذولا عندهم هلا كل ما طالب تطور في المسابقة هاي وتقدم بصير عنده فرص وظيفية كثير ممتازة وكثير رائعة، بصير عنده قدرات بالتحليل الخوارزميات. إحنا بالأردن يعني بنقصنا المواضيع هاي، يعني مثلا الشركات العالمية زي جوجل وفيسبوك بس تشوف قديش السكور والنتائج اللي بحصلوها طلاب الأردن في المسابقة هاي، بصير تفكر أوكي ليش ما نفتح مركز إقليمي جوا الأردن. زمان ممكن يجوا يدوروا يقولوا أوكي طب دورنا جوا الأردن، الطلاب اللي عندهم معارف المواضيع هاي موجودين بس المعرفة اللي هي بس بيتغذوها بشكل بسيط من أو بيعرفوها بدرسوها بالجامعة، لا هذول الطلاب بيسابقوا فيها، بحلوا أسئلة معقدة قاعدين فيها، فمعناته هذول مستواهم كثير بيعني الشركات الكبيرة زي هيك وبصيروا يدوروا عليهم. الآن بصير مستوى التحدي، مستوى الطلاب البرمجي ومستوى طلاب الكمبيوتر بيرتفع وبرتفع معاه باقي عدد الأشياء الثانية. ممكن انت حكيت لي هلأ انتم جايين اجت ببالكم فكرة مسابقة السؤال احكي هلأ في احنا واحنا جايين نطلع على الساتلايتس اللي محطوطين برا القناة رؤية فمشان نصيغ سؤال على اي سي ام، سؤال على ستايل المسابقة انه احنا بدنا منطقة التغطية منطقة معروفة لها مساحة معينة فبدنا نوزع نكتب خوارزمية توزع الساتلايتات الموجودة أو الساتلايتس الموجودة جوات المنطقة هاي بحيث تكون أقل عدد
عشان توفر كوست على القناة وتكون كمان أكثر كفاءة بالتغطية كلياتها. هذا السؤال حيكون مطروح للمرة الجاية. المرة الجاية. لا وفي كمان يعني إضافة ممكن عقد السؤال شوي إنه طب أنا عملت التوزيع اللي حطيته وأعطيتك هاي التوزيع معين من هاي الستلايتس هون كيف بقدر أضيف ستلايت ثاني بدون ما أخل في الشروط السابقة اللي أنا حكيتها. هذا بدها واحد كتير ذكي حتى يقدر يجاوب على هيك سؤال. على أي حال أنا بدي أشكرك دكتور أشرف قدومي رئيس قسم رسم الحاسوب بجامعة الأميرة سمية ورئيس لجنة بلاد الشام مسابقة ACM. أتمنى لكم كل التوفيق. أهلا وسهلا فيك. وأحمد الحوراني الجولاني حوراني مش عارفة ليش بقول حوراني جولاني اللي فائز بالمرتبة الأولى في هاي المسابقة. بدي أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لتواجدك معنا. حسام أبو غربية برضو بدي أشكرك وأنت حصلت على المركز الثاني في هاي المسابقة. وألف ألف مبروك لكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.